عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة نيمة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد الحامل ديال الشوكولا ولا الحلوى ولا الحلويات ولا البسكوي. إذا أنا خديت هذا اللون الذهبي هو باش غادي نصبغ. غادي نحتاج أنا غادي ناخد هاد الغطايات، ما غادي نحتاج العلب، غادي ناخد غير الغطايات هما اللي غادي نحتاج اليوم هما اللي غادي نستعمل. إذا خديت هاد القطعة ديال الجلد، هذه قطعه ديال الجلد في اللون الابيض، قطعه وغادي نديرهم، غادي ناخذ القياس ديال هاد الغطايات هادو وغادي نقطعهم بزوج. قطعت زوج ديال القطع ديال الكبيره والصغيره وغادي نلصقهم في هذه العلبه، لان تكون هي الفوقاني غادي يدير، غادي العلبه هي اللي غادي تكون بحال سوينيه صغيره اللي غادي نستعمله. لصقتهم بزوج، دابا بقى لي غادي نزين ديك الحواف، غادي نزينهم هنايا. هذا عندي شريط لاصق بهذا الشكل اللون الذهبي. هذا الشريط هذا تقدروا تاخذوه من المكتبات، لان تنستعملهم في عده اشياء، وانا بغيت نستعملهم في هذا الحواف ديال هاد الغطايات ديال اللي غادي يكونوا بحال سوينيات. اذا غادي نستعمل هذا الشكل، منين غادي نركب كانتما تشوفوش الطريقه باش غادي نركب. غادي نبقى نبرك دائما بصبعي وغادي ندير في الفوق ديال ديك الحواف ديال ديك الغطايه باش يلصق مزيان. إذن هنا لصقت القطع بزوج، درت لهم ديك ولصقت حتى من الفوق من الحواف. هذا بما انه الحاشيه ديالو صغيره، قطعت ديك الشريط وغادي نقلب هكا بهذه الطريقه، وانا تنبرك مزيان باش يلصق على هاد الحواف هكا. دابا غادي ندير من الخارج، غادي نزين من الخارج، لان باش يجي ديك الحاشيه ديالو ديك الحواف يجيو مزوقين بحال داخل بحال على برا. اذا غادي نكمل بهذه الطريقه وانا تنبرك. هذه هي اللي مهمه، هو اننا خصنا نبركو على هاد الشريط ملي تلصقو، لابد نسرحو مزيان، لان اي حاجه فيها لاكول لابد خصنا نبقاو نبركو عليها باش نخرجوا الهواء في ديك ملي تلصقوا، باش الهواء ما يبقاش، باش ما يبقاش يتحيد. غادي نحتاج هاد القضيب هذا ديال الحلويات، ديال الحامل الحلويات. انا شريته من امازون، وانتم تقدروا تلقاوه اما في امازون اما في علي اكسبريس عبر النت. اذا غادي ناخذ القياس ديال الوسط باش غادي نركب فيه هاد القطيب هذا ديال الحامل. غادي ناخذ طورنوفيس عادي، لان القصدير ديالو دغيا تيتقب، ناخذ قصدير وغادي نوسع التقبه ديال هذيك ديال هاد
ديال هاد اللي درت باش على حساب الفيس اللي عندي وعلى حساب هاد القطاب ديال هاد الحامي اللي غادي ندخل في وسط. دابا غادي ندير هاديك البروتيكسيون باش انا الحامي ديال تيكون معاهم، تيتشراو تيكون معاهم. اذا غادي نركب ديك الفيس وغادي نركبوه بطريقة سهلة وبسيطة. صافي هانتوما تشوفوا راني ركبت هذيك القطاب ديال هذا الحامل. شوفوا على شكل، شوفوا نقدموا فيها هانتوما غطايات ديال العلب غادي نستعملوها. هنا غادي ندير ديك الرجيلات باش يكون ديك داك الشكل باش يتهز من منين ننزلوها باش ما تكون مهزوزه من فوق الطبله. اذا غادي نركب لها هاد العقيقات، عقيقات ذهبيين، ونديروا نلصقوهم دائما. اما تستعملوا هذا الشمع اما تستعملوا لاغلو اللي تحبوا. اذا هاد الرجيلات هادو غادي نلصق هاد العقيقات بربعه وغادي يعطيهم دي غادي يعطي ديك الشكل ديك الجمال ديال ديك الحامل. اي حاجه تنزيدوها للتزيين الا وتتعطيه واحد الرونق واحد الجمال ديال لهاد الاواني وهذا الشيء اللي تنقدمه. اذا دائما الزين تيكون مهم والالوان حتى هي تكون مهمه. اذا انا درت لهم هاد العقيقات وانتم تقدروا ديروا اللي حبيتوا، انا تنعطي الفكره وبالتالي انتم تقدروا تغيروا وديروا اللي تحبوا. اذا شوفوا الشكل جا باشياء بسيطه وباعاده تدوير ديال الغطايات. شوفوا الشكل كيفاش جا، نقدموا فيها الشوكولا البسكويف عاوتاني غنبقاو نجيبوا كل غطيه بوحدو طباسل بوحدو. درنا هادو الحامل وسهل وخفيف وزوين وتيحمر الوجه. اذا انتم الطريقه سهله وبسيطه واي واحد يقدر يصوب. تنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم كما عجبني انا، وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو. والى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات، واللي اول مره تيشوف القناه تنتمنى انه ما يترددش انه يدير الاشتراك، وتنتمنى انكم تبقاو تشاركوا الاحباب والاصدقاء بهذه الفيديوهات ديالي وبالقناه باش هكاك تعمل فائده وتزيد هذه القناه تكبر بكم. وتبارك الله عليكم ما شاء الله عليكم بالتعليقات اللي تتخليوا لي محفزه، ودائما تتعطوني شحنه ايجابيه للي خطاكم الغزالات. ونتلاقاو فيديوهات اخرين باشكال جديده وبافكار جديده. ونقول لكم تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.